السلام عليكم. قناة أم عمر، إخوة الأخوات، مختار، آية، أستاذ أخويا تاع تونس، بون جماعة سونز إكسبسيون كامل الإخوة، سواء مغاربة ولا تونسا ولا مصريين، كامل المسلمين، السلام عليكم. نوري خويا محمد، خويا بسكرة، ربي شافيك ويعافيك. أخت أميرة آسيا، راكم بزاف محايينكم، لم نعقل من مناقش، واللي ما بغيش يسمع غير ما يبقاش خاطره، المرة الجاية نمركيكم فرقة. أم عمر هذه من دائرة هناين ولاية تلمسان، هذه نظرة عامة، هذا الميناء يعني منطقة سياحية وتاريخية صراحة ما شاء الله، كما راكم تشوفوا اخوتي. هذه المنطقة المفضلة اللي نحبها انا، نخرج منها للصيد. اليوم ما خرجناش، اليوم بحر، كان فيه شرقي، كان فيه شوية ريح، شوية مال. المهم هذا هو الميناء ما شاء الله، روعة. أي نتمنى إن شاء الله الفيديو هذا يعجبكم، ديكاس لكل الإخوة والأخوات. هذي سكارة في واحد صافي منقولهاش. أي السلام عليكم، تحية الجزائر، وتعيدوا بالصحة، وما تنسوش التكبير والتهليلة، باقيكم 3 أيام، التكبير والتهليل خاوتي، اللهم صل على محمد.